بص كل البعثات بتاخد الصور فين، يعني ده النادي الاهلي هو اللي منظم طبعا بالاتفاق مع وزاره الاثار والاتفاق طبعا مع وزاره الشباب والرياضه. بص يا كابتن، بس انا المنظر ده يعني المنظر ده بملايين دعايه مش هنلاقي. بص يعني طبعا طبعاً. يعني المنظر ده الحقيقه ده اكبر دعايه لمصر. هو بامانه مجلس اداره النادي الاهلي من يعني بامانه اي ضيوف بيجوا لبطولات او اي حاجه بيعمل الكلام ده معاهم، دي تحسب له من اكتر من 100 سنه والله بامانه. نفس الكلام يعني بيجوا اي حد بيجي. خلي بالك يا كابتن، خلي بالك يا كابتن، مش كل الجنسيات اللي موجوده افارقه. انت عندك مدرب مدير فني زي بتاع وداد سماره، اوروبي برضه، ده جه زار وشاف قلب سفير على طول عن مصر، يقول لك لا الكلام اللي بيتكتب في الميديا الغربيه كلامنا ملوش. انا اتحركت مفيش، احنا مش شايفين فرق ما شاء الله. بص عاملين بص احنا اللي مقصرين مع اثارنا على فكره. انا بقالي اكتر من 20 سنه رحت شهر يا كابتن، انا ساكن جنبه زي الكابتن احمد بابين. هم متمتعين اكتر منك. انت يمكن ما تعرفش، انت عشان حاسس انه تحت امرك وتروح في اي لحظه فاتت ما تروحش. انما بص سعاده، بص لا وهم على فكره بياخدوا صور تذكاريه حاجه جميله والسعاده على وشهم. خليني اقول لك يا كابتن والله انه اللحظات دي مش هتتنسي في دماغ اللعيبه. هو زي ما احنا كنا بنسافر المغرب ولا بنسافر تونس ولا الحاجات دي كلها لحد دلوقتي الذاكره لسه ذاكره وفاكر رحت فين وجيت منين وكل يعني انا عايز اقول ان يعني هو النادي الاهلي برضو الحته دي بينتهز الفرصه. والله انا بصراحه يعني انا عايز اشكر مجلس الاداره على يعني التفكير اللي فكروه في ان احنا على الاقل حتى يعني ده بيفيد البلد بعد كده. صحيح يا كابتن، هتفضل ذكرى فيهم ليهم طول العمر. هيقعد يقول لك احنا رحنا النادي الاهلي سنه كذا وعملنا كذا وكده، ومجلس الاداره عمل معانا يعني امانه الناس يشكروا على الكلام ده كله. بص يا كابتن كل الفرق، بص يعني الفرحه على وجوه الناس ذات نفسها، يعني اعداد كبيره جدا من اللعيبه والجهاز الفني، مفيش حد بيتخلف على الرحله زي دي. لا 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 طبعا. وخلي بالك برضو مش بس اللاعبين اللي بيروحوا، ده انت عندك رؤساء البعثات ورئيس الاتحاد الافريقي منصور اريمو اللي بيعشق مصر، يعني هو بيقول لك انا بحب مصر جدا جدا جدا، وبيجي مصر بيقول لك انا يعني بستنى مجيئة لمصر لان انا بستمتع بيها جدا. وخليني اقول برضو يا كابتن انه فتح نفسنا بصراحه النادي الاهلي، يعني انا نفسي النادي الاهلي ينظم بطولات كتير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا يسهل كل ما ربنا يعني تلاقي التنظيم ناجح هم اللي بيطلبوا الافريقيا بتطلب. كابتن اسلم بيقول لك ما صدق ان هم قالوا مصر قال لك مستنيين، ودكتور مدحت البلتاجي قال لك الاتحاد الافريقي مستني يسمع ان مصر اي طب بلاش الاهلي اي نادي في مصر ينظم. يا كابتن انت مثلت كاس عالم انديه قبل كده ونجح. كاس عالم انديه قبل كده ونجح يعني، وما شاء الله احنا ما كنا خدنا بقى الرابع ولا مش عارف، بس نجح. التنظيم كان هايل يعني. خلينا نقول يا كابتن ان احنا قعدنا فتره برضو غايبين عن تنظيم بطولات التنظيم الافريقيه بالذات. خوف والدعايه والناس كانت بتبقى خايفه، من دلوقتي زي ما انت قلت بقى في ثقه خلاص. صحيح. يعني ما بيصدقوا انت، يعني اي اتحاد ما بيصدق انت لو طلبت تنظيم كاس عالم انديه هيوافقوا لك. انت عارف يا كابتن تنظيم البطولات دي بيدي برضو تقل لمصر جوه الاتحادات الافريقيه، يعني بيترجع